أهلا بيكم في وقفة رياضية حول حديث الساعة. قبل أي حاجة خلينا نقول ألف سلام على محمود حسن تريزيجيه، تأكد إصابته بقطع بالرباط الصليبي. طبعا فترة الإصابة أو فترة الغياب في الإصابة دي طولت جدا، حسب التقنيات الحديثة بقت تقريبا بتقعد 9 شهور لغاية سنة. فبنقول له ألف سلام عليه. طبعا الواحد اتضايق جدا قبل ما يطلع، كان نفسي يعني ان ما يكونش عنده رباط صليبي، بس اتاكدت الرباط الصليبي. طيب خلينا نتكلم بقى على موضوع الساعه، الزمالك وتونجيت والترجي التونسي والمولوديه. طبعا قبل كل حاجه خلينا نقول ان اللي احنا هنقوله ده عليه دلائل او عليه قرائن قبل كده او حاجه حصلت قبل كده. الزمالك تقدم بشكوى ضد ماتش المولودية والترجي، خلينا نقول ما اتهمش طرف معين، هو اتهم الفرقتين. اتهم الفرقتين بايه؟ بالتساهل مش بالتفويت. اللفظ ده مهم جدا جدا جدا. رئيس لجنة الانضباط للكاف اتكلم على موضوع اللايحة في الحالات اللي زي كده بتقول ايه. خلينا الاول نقول اللايحة بتقول ايه. اللايحة بتقول ان لو في شكوى من نادي معين بتروح للجنة الانضباط مباشرة، يعني ما بيتقدمش النادي للكاف او بشكوى للاتحاد الافريقي مباشرة، لا هو بيتقدم للجنة الانضباط او الشكوى بتروح لجنة الانضباط بطريقة مباشرة. لجنة الانضباط بتعمل ايه؟ لجنة الانضباط الاول بتشوف تقرير مراقب الماتش، بتشوف تقرير مراقب الماتش اللي مكتوب الموضوع بيحال لجنة الانضباط مش للجنة المسابقات. مراقب المباراة لو ذكر كل الاحداث اللي موجودة اللي فيها بعض الشواهد اللجنة بتبتدي تبحثها. طب لو ما ذكرش، اللجنة الانضباط من حقها ان هي تتفرج على فيديو للماتش، تشوف تقرير تانية للماتش. يمكن ما يكونش مراقب المباراة ما ذكرش بعض التفاصيل بتطلع عليها هنا من الفيديو. يبقى خلينا نقول ان الخطوة الاولانية نادي الزمالك تقدم بشكوى رسمية اعلن عنها الصبح. الخطوة التانية لجنة الانضباط بيخول ليها او بيروح ليها الموضوع بتطلع على مراقب الماتش. تالت حاجة دي مهمة جدا جدا، رايموند هاك رئيس لجنة الانضباط في الكاف اتكلم عليها، ان يكون في دلائل وبراهين مؤكدة تثبت وجود تلاعب او تساهل او تخاذل او اي مسمى من المسميات. طيب بعد كده بيحصل ايه؟ لو تأكد وجود من خلال مراجعة تقرير مراقب المباراة ومن خلال مراجعة اللقطات الفيديو او الماتش الفيديو تأكد ثبوت بعض التخاذل او بعض التهاون بين الفرقتين، بيحصل حاجة اسمها لجنة استماع. لجنة الاستماع دي بتقوم بها لجنة الانضباط، بتجمع كل الاطراف المعنية او المشكو في حقها وبتستمع ليهم. خلصنا من الخطوة دي، لجنة الاستماع فعلا استمعت وتأكدت او تبين ليها فعلا وجود تلاعب او شبهة تخاذل او تساهل او اتفاق او حاجة ودية، من حقها تتخذ بعض القرارات. القرارات دي اقصى عقوبة فيها طبعا الايقاف عن النشاط الرياضي، سواء لاطراف لعيبة او سواء للاندية نادي معين او الناديين مع بعض، دي اقصى عقوبة ممكن توقعها. طب احنا بحثنا وشفنا اللوائح وبعض مصادرنا في الاتحاد الافريقي الكاف اتكلمنا لنا العقوبة دي مستبعدة. ليه مستبعدة؟ لان هي لازم دليل وبرهان قوي جدا ان حصل دفع مبالغ مادية. كل ده بيستند او مبني على لجنة الاستماع، مبني على البراهين، مبني على الادلة اللي موجودة والتحقيقات اللي موجودة. نتمنى في النهاية ان الموضوع بعد كده ما نحطش نفسنا في الموقف ده كأندية مصرية او منتخبات مصرية، لان الموضوع صعب جدا 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 ان انت تثبته. صعب جدا جدا عليك ان انت تستنى نتائجك باقدام الاخرين، والموضوع بيبقى في النهاية مش في صالحك، ويبقى الموضوع في النهاية بتاخد الكرة او ماتشات الكرة لطريق تاني.